والآن مشاهدينا إلى محطة حوارية أخرى، وعلى الهواء مباشرة نستضيف فيها الأستاذ فيصل بن حسين ماني، ممثل الأمانة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العرب وساي. أهلا مرحبا فيك أستاذ، ومنورنا في برنامج مساء الخير الكويت. يا أهلا وسهلا، فيك. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. واسمحي لي في البداية أن أعبر عن عميق سعادتي وسروري بتواجدي للمرة الثانية بدورة الكويت الحبيبة، وأن ألتقي في زملائي وأصدقائي وأهلي وناسي بالكويت. تشرف فيك أستاذ. مبارك. حياك الله وحياك الله معنا طيب كريم. أستاذ فيصل، راح نستمر إن شاء الله معك بالحوار، ولكن عندنا تقرير نشوفه ونرجع معك. يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا مرة ثانية. في البداية أستاذ فيصل، ياريت لو تعطينا نبذة عن الاجتماع الأول لتقييم أداء إدارة النفايات الصلبة، واللي تأتي بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العرب وساي، وما هي الأهمية من هذا الاجتماع للدول المشاركة؟ نعم، هو في الحقيقة هذا الاجتماع يأتي تتويج للمرحلة الأولية للتمهيد لتنفيذ مهمة رقابة اشتراكية وتعاونية بين مجموعة من الأجهزة العربية، الأجهزة العليا للرقابة العربية المنضوية تحت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي الحقيقة المهمة هذه جاءت باقتراح من ديوان المحاسبة الكويتي. الاقتراح هذا رفع إلى لجنة تنميه القدرات المؤسسية، وتحولت إلى التوصية، رفعت إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، واعتمدت منذ المجلس التنفيذي المنعقد في قطر في 2017. ثم بدأ التنسيق بين الأمانة العامة والجهاز الكويتي لتنفيذ هذه المهمة، وصولا إلى المجلس التنفيذي انعقد في شهر فبراير في 2018 في تونس. وفي هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي أعطيت الإشارة للأمانة العامة أنها تنطلق فعليا في تنفيذ المهمة. شهر يونيو الجهاز الكويتي باعتبار أنه صاحب المبادرة وصاحب الاقتراح، نعم، قام بإعداد الخطة الأولية لتنفيذ المهمة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة. ثم بعد الخطة هذه الجهاز الكويتي كذلك أعد الاتفاقية أو مشروع الاتفاقية، نعم، تم تعديلها من قبل الأمانة العامة. وبعد الاتفاق حول الصيغة النهائية للاتفاقية، الأمانة العامة قامت بمخاطبة جميع الأجهزة الرقابية العربية لرصد رغبة من يريد المشاركة في هذا الاجتماع، أو المشاركة في تنفيذ المهمة أولا قبل الاجتماع. وعبرت ستة أجهزة عربية عن رغبتها في المشاركة، هي طبعا ديوان المحاسبة الكويتي أولا، وكذلك الأجهزة الراجعة إلى كل من جمهورية العراق، جمهورية سوريا، دولة سلطنة عمان، دولة السودان، دولة فلسطين. يعني هي أجهزة متعددة. نعم. من خلال إقامة أستاذ يعني فيصل هذا الاجتماع، وأيضا من خلال تنفيذ هذه المهمة، ما هو الهدف أيضا من إقامة هذا الاجتماع؟ نعم، الاجتماع التنسيقي هو مثل ما يدل عليه الاسم، نعم، هو الغاية منه أنه الأجهزة التي ستشارك في هذه المهمة تقوم بإعداد خطة رقابة موحدة ومشتركة، وكذلك برنامج عمل رقابي واحد، الاتفاق حول نطاق هذه المهمة ومجالاتها، المحاور الرقابية التي ستشملها، نعم، الأهداف الرقابية الفرعية والتفصيلية، الخطوات الرقابية، النطاق الزمني للمهمة، يعني الفترة مهمة أن نحدد الفترة الرقابية التي ستشملها أعمال الرقابة، نعم، كذلك الجهات التي ستخضع إلى هذه الرقابة، نعم. وفعلا يعني في الخمس أيام يعني المخصصة للاجتماع الحمد لله تمكننا من الاتفاق حول هذه المسائل كلها. غدا هو اليوم الختامي إن شاء الله سنعتمد فيه الخطة الرقابية المشتركة وبرنامج العمل. وحبيت نقول أن الاجتماع حقيقة لم ينحصر بين جدران ديوان المحاسب الكويتي، نعم، الاجتماع امتد كذلك، نعم، إلى الإدارات المعنية، يعني المجموعة الحاضرة في الاجتماع سوت لقاءات مع الأخوة في الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. هذا يمكن يأخذني للسؤال المهم عن دور المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرب وساي في دعم القضايا البيئية. هل لكم اليوم
تواجد في هذه القضايا أستاذ فيصل؟ نعم بالفعل. شوف المنظمة العربية هي طبعا هي منظمة عريقة، يعني أنشئت وتأسست منذ سنة 1976. وإحنا إذا بنشوف التنظيم المنظمة يعني باختصار هي الجمعية الوطنية، المجلس التنفيذي والأمانة العامة. الأمانة العامة تمسكها دائرة محاسبة تونسية، يعني الرئيس الأول لدائرة محاسبة تونسية هو الأمين العام للمنظمة، وفيها أربع لجان قارة. من ضمن اللجان هذه نجد لجنة قارة اسمها لجنة البيئة، واليوم هناك اقتراح لجنة البيئة ولجنة الرقابة البيئية، واليوم هناك مقترح أن نوسع مجال هذه اللجنة لتصبح لجنة الرقابة البيئية والتنمية المستدامة. المنظمة العربية يعني مثلها مثل المنظمات الإقليمية المنضوية تحت الإنتوساي، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، المنظمة الكبرى يعني. المنظمة الكبرى الأم اللي هي طبعا مع الأمم المتحدة مطالبة أنها ترصد مدى انخراط الحكومات في تنفيذ الأجندة 2030. نعم. مثل ما تعرفوا هي الأجندة المتضمنة إلى أهداف التنمية المستدامة، وطبعا من ضمن أهداف التنمية المستدامة الهدف 17 يتكلم عن جودة الحياة وعن بيئة نظيفة، يعني لابد أن تسعى الحكومات أن تحققها للأجيال القادمة، وهذا معنى التنمية المستدامة. ممتاز. أستاذ فيصل أيضا بدنا نركز على موضوع جدا مهم وهو ما تأثير هذا الاجتماع على العمل الرقابي. نعم طبعا هذا الاجتماع هو تجربة غير مسبوقة. أنا اعتقادي أنها ستفتح المجال لتعاون أكبر بين الأجهزة العربية، سنستفيد بإذن الله من تجارب وخبرات بعضنا البعض، سيثري كل واحد منا تجربة الآخر بما لديه يعني من معرفة وخبرة ومهنية، وهذا يعني ممتاز. فأعتقد إن شاء الله ثمار إيجابية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم. كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية اللقاء أستاذ فيصل؟ أنا أشكركم مجددا على الاستضافة. أحب أوجه الشكر إلى الأخوة في ديوان المحاسبة الكويتي على كل الجهود اللي قاموا بها، يعني عدا أنهم هم أصحاب المقترح والمبادرة، يعني هم سعيين فعلا وحريصين على تنفيذ هذه المهمة، وأكبر دليل هو استضافتهم الكريمة لهذا الاجتماع. نعم. فكل الشكر لمعالي الرئيس عادل عبد العزيز السرعاوي. نعم. كل الشكر كذلك للأستاذ سعود غصاب الزمنان رئيس إدارة العلاقات الدولية في الجهاز، وكل الشكر للكويت كلها. نعم، وأيضا الشكر موصول لك أستاذ فيصل بن حسين ماني، ممثل أمانة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربوساي، كل الشكر لك. شكرا لك، العافية. إذن مشاهدينا فاصل ومن ثم لنعود وياكم.